نروح نشوف مع بعض لقاءات ما بعد فوز الأهلي بالثنائية على فاركو وفريق شباب النادي الأهلي. الحمد لله النهارده 3 بونت مهمين لينا في مشوارنا النهارده في الدوري، وكابتن شريف قبل الماتش اتكلمنا مع بعض كتير عن ماتش مهم بالنسبه لنا، وفاركو دي كسبانه الزمالك 6-0 الماتش اللي فات، فاكيد جايين عندهم حافز ان هم يعملوا نتيجه كويسه مع النادي الاهلي، بس احنا الحمد لله كنا مركزين جدا جدا ان احنا ناخد 3 بونت، والحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله. طبعا الحمد لله، طبعا النهارده اللعبة كلها رجاله، لعبنا من اول ثانيه لحد اخر ثانيه، محدش بخل، كله طلع كل حاجه عنده، كابتن شريف من بره بصراحه ما بيسكتش، وكلنا مع بعض بنتكلم وهو ده المفروض يعني يحصل. الحمد لله النهارده 3 بونت مهمين جدا، فرقه طبعا فاركو فرقه محترمه، واحنا طبعا بنحترم اي فرقه بتجي لنا هنا، الحمد لله لعيبه رجاله كلها، ما حدش بخل بمجهود بصراحه الحمد لله. الحمد لله على المكسب وعلى الاداء، احنا بناخد مباراه يعني كل مباراه بمباراتها، احنا بنلعب على الفوز، احنا بنلعب على البطوله، وهي دي روح النادي الاهلي. والله الحمد لله في الاول على الفوز والحمد لله على الاداء. طبعا يعني هي بدايه الماتش كانت صعبه شويه، كان في توتر لان كان في لعيبه لسه اول مره تشارك، كانت بعيده عن المشاركه، وطبعا كنا بنلعب فرقه كويسه، عملنا نتيجه ايجابيه جدا الماتش اللي فات يعني على نادي الزمالك، ما نتيجه كبيره جدا، فطبعا احنا لازم نقدر الماتش ونحترم الفرقه اللي جايه تلعبنا، لان هي برده من الفرق اللي بتنافس، والحمد لله السير اللقاء مشي زي ما احنا كنا عاوزين. احنا في اول الماتش ضغطناهم، وبعد كده الكره بقت في ملعبنا، ان احنا جبنا الاول وضغطناهم وجبنا الثاني الحمد لله، والدنيا النتيجه جت صالحنا الحمد لله.